المونوريل. تتطور وسائل النقل عاماً بعد عام لتكون مناسبة أكثر وملبية لاحتياجات الإنسان اليومية في السفر والتنقل، ومن بعد القطار ومترو الأنفاق والقطار المغناطيسي المعلق وغيرها من وسائل النقل الحديثة، ظهر قطار المونوريل الذي يعد من أهم الاختراعات في مجال النقل والمواصلات، وهو موجود في العديد من الدول وله مميزات عديدة. إذا كنت تتساءل ما هو مشروع المونوريل أو كيف سيحدد سعر التذكرة، ستجد إجابات هذا كله وأكثر في هذا الفيديو. القطار أحادي السكة هو قطار للنقل الجماعي الكثيف، يسير على كمرة خرسانية معلقة. تبلغ الساعة القصوى للمونوريل الحديث إلى حوالي 1,000,000 راكب يومياً، ويمكن وصف المونوريل بكونه قطاراً يعمل بالكهرباء ويسير على قضبان حديدية منفردة، حيث يتم تنفيذ هذه القضبان على كمرة خرسانية بعيدة عن سطح الأرض والتقاطعات المرورية. يتميز مشروع قطار المونوريل بكونه صديقاً للبيئة، لا يتسبب بالعوادم التي تحدثها القطارات العادية. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المونوريل أقل تكلفة من مشروع مترو الأنفاق، كما أنه سريع وآمن، لذا فهو يتيح التنقل بين مختلف أنحاء المدينة دون التسبب في تكدس مروري أو تلوث بيئي. في 20 ديسمبر عام 2018، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن إنشاء خط قطار أحادي السكة المونوريل لربط العاصمة الجديدة بمدينة نصر ومدينة 6 أكتوبر، يتوقف في 10 محطات ويستوعب 1,000,000 راكب يومياً. وسينقسم المشروع إلى مسارين، مونوريل 6 أكتوبر ومونوريل العاصمة الإدارية. وكانت إحدى الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو تسهيل الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة من القاهرة الكبرى، لذا يمتد هذا الخط على طول 56.5 كيلومتر، ويضم خط سير المونوريل 21 محطة. وصنع مونوريل مصر في مصنع مدينة ديربي الإنجليزية. ومن أهم مميزات قطار المونوريل هي: القطار يعمل بالكمبيوتر وبدون سائق، يوجد به بوابات زجاجية عازلة بين القطار والركاب على الأرصفة، يحتوي على تكييف عالي السعة، لا يوجد أبواب داخلية بين عربات المونوريل، يوجد به كاميرات مراقبة بالعربات، ويحتوي على شاشات على الأبواب لعرض اسم المحطة والمحطات النهائية، وشاشات مضيئة بالمسار لفاقد السمع. ولتسهيل ربط مدينتي القاهرة والجيزة بأكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، فيضم مسار أكتوبر 10 محطات، وهم: محطة المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر، محطة جامع الحصري، محطة أكتوبر، محطة ميدان جهينة، محطة زايد، محطة هايبر، محطة طريق اسكندرية الصحراوي، محطة المنصورية، محطة الطريق الدائري، ومحطة جامعة الدول العربية. ويخدم قطار مونوريل أكتوبر التوسعات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقق المرحلة الثانية من المشروع ربطاً مباشراً مع مشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ويربط مع نهاية المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. وتشمل الساعة التصميمية للمونوريل 48,000 راكب في الساعة، ويبلغ زمن الرحلة 35 دقيقة، ويمتد بطول 42 كيلومتراً، وزمن التقاطر 90 ثانية. وعدد القطارات 27 قطاراً، وتبلغ عدد عربات المرحلة الأولى 108 عربات تسع 24,000 راكب كل ساعة بسرعة 80 كيلومتر في الساعة. أما عن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، فسيبدأ من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويصل طوله 52 كيلومتر، ويضم قطار العاصمة الإدارية 22 محطة، هم: محطة الاستاد، محطة هشام بركات، محطة نوري خطاب، محطة الحي السابع، محطة ذاكر حسين، محطة المنطقة الحرة، محطة المشير طنطاوي، محطة كايرو فيستيفال، محطة الشويفات، محطة المستشفى الجوي، محطة حي النرجس، محطة محمد نجيب، محطة الجامعة الأمريكية، محطة إعمار، محطة ميدان النافورة، محطة البروة، محطة الدائري الأوسطي، محطة محمد بن زايد، محطة الدائري الإقليمي،
محطة فندق الماسة، محطة حي الوزارات، ومحطة العاصمة الإدارية الجديدة. ما هو الجدول الزمني لمشروع المونوريل؟ أوضحت الهيئة القومية للأنفاق أنه من المخطط الانتهاء من كلا المشروعين في غضون 3.5 أعوام، فبينما تستغرق المرحلة الأولى من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية 34 شهراً لتفتتح في أكتوبر عام 2022، من المخطط أن ينتهي العمل على المرحلة الثانية من الخط ذاته في فبراير عام 2023. وعلى الجانب الآخر، سيستغرق تنفيذ خط مونوريل أكتوبر 42 شهراً منذ تاريخ تفعيل التعاقد على أن يصل بين مدينة الجيزة، شارع جامعة الدول العربية، ومدينة 6 أكتوبر، ويتم افتتاحه في منتصف عام 2023. والسؤال هنا، كيف سيتم تحديد سعر تذكرة المونوريل؟ قد يتشابه المونوريل مع مترو الأنفاق في أن كليهما يعمل بالكهرباء، لكن على عكس تذكرة المترو، لن تكون تذكرة المونوريل مدعمة من الدولة، وستقوم الحكومة بالاشتراك مع تحالف الشركات المسؤولة عن التنفيذ والتشغيل بتحديد السعر المناسب للتذكرة. والجدير بالذكر أن سعر التذكرة سيحدد بشكل اقتصادي لا يشكل عبئاً على المواطن، لكن يغطي فقط مصاريف التشغيل والصيانة، بينما تكتفي الدولة بتحمل تكلفة تنفيذ البنية التحتية لخطي مونوريل مصر. شاركنا برأيك، هل ستنجح تجربة وجود المونوريل في مصر؟